السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صائد أفاعي سعودي يحكي تفاصيل مرعبة عن لدغ أفعى السجادة حاولت يد لقطعة سوداء. الكل والتفاصيل. كشف صائد الأفاعي نايف المالكي عن تفاصيل مرعبة ومثيرة لتعرضه للدغة الثعبان في أحد الجبال، والتي أدت إلى إصابته بأثر بالغة في ذراعه اليسرى وحولها إلى اللون الأسود. وفي التفاصيل التي سردها المالكي: كنت في الطائف لمدة يومين، ثم طلعت نحو الجبل ووجدت نوعان من الأفاعي اسمه السجادة، وعلى الفور قمت بتصويره، وكنت أنوي الإمساك به ليراه المتابعون وأطلعهم على مشاهدة السم أمام الكاميرا، ولم يكن معي حامل للجوال، وغفلت لحظة عن الأفعى بسببه، وحاول الثعبان الهروب دون أن أشعر. وبعدها وفي لحظة تعرضت إلى لدغة سامة وشعرت بدخول السم إلى جسمي، فتحملت على نفسي وقمت بإخراج أنيابه ورميت به، ثم أسرعت إلى المستشفى لأنني تيقنت أنني تعرضت إلى سم قاتل. وطلبت العون من أحد الأصدقاء الذي ساعدني في الوصول للمستشفى، ولله الحمد نجوت بأعجوبة. عرف نايف الملك بأنه أحد صائد التعب على مستوى السعودية عبر هواياته في الترويض الأفاعي منذ طفولته، فعرف الأفاعي وأنواعها السامة وغيرها السامة، وتمرس على التعامل معها، وكان لوجوده في القرية وقربه من الأودية والجبال طريقة سهلت عليه العثور عليها والإمساك بها وتربيتها. بعد الاطلاع والقراءة على أنواعها وصفتها حتى وصل إلى درجة القدرة على الإمساك بها، ومنها الكبرى العربية والأسود الخبيث وأم جنيب والمقرنة والسجاد الشرقي والأفعى النفاتة والصيل الأسود وغيرها. ربي السلامة، أسماء الأفاعي مرعب. هنا غنكون وصلت لنهاية الفيديو. كانت معكم قناة فاتيتي شانيل. فضلا وليس أمرا لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نشوفكم دائما الجديد، ومع السلامة.